أوكرانيا بالنهاية ستسقط، الجيش الروسي يحاول الإطباق من كل الجهات، هناك احتمالين أو سيناريوين، يا إما أن يطبق على جميع الجهات ويترك ممر واحد فقط للخروج لكي لا يدخل في مرحلة الانتحار للقتال حتى الموت للأوكرانيين، أو أن يطبق على المدينة بالكامل ويتبع أسلوب إذا ما كانت هناك مقاومة فستكون هناك الأرض، اتباع سياسة الأرض المحروقة، أن يتقدم على أرض محروقة بالكامل إلى أن يصل إلى الأهداف. بالتالي أهداف الحكومية بأكثرها بأغلبها تم قصفها، زيلينسكي يختبئ داخل كييف إلى حد الآن، ومن الممكن أن يكون أو أن يتعرض أو أثناء محاولته الهرب من الممكن أن يقتل أثناء محاولته الهرب أو يتم الإمساك به. هناك حقيقة عسكرية ثابتة أن جميع الجيوش داخل حرب المدن أو في حرب الشوارع تتساوى بالكامل، أن الجندي الروسي والجندي الأوكراني عند في حرب الشوارع هم متساوون بالإمكانية، المبادرة هو لمن يستطيع البدء بالرمي أو البدء بالمباغتة أثناء الاقتحام. إذا من الممكن المقاومة الأوكرانية، الدعم الدولي ورفع المعنويات الذي اتبعته أوروبا واتبعته الحكومة الأمريكية وكذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي في رفع معنويات الجنود ساعد كثيرا في إبقاء المقاومة الأوكرانية ودعم المقاومة الأوكرانية، السلاح الذي تم إمداد المقاومة الأوكرانية أو الجيش الأوكراني فيه أثناء في كييف وفي المدن الأخرى ساعد كثيرا على تأخير تقدم القوات الروسية، ولكن هذا تأخير لتقدم القوات الروسية هو ليس نهاية للمعركة. القوة الروسية للجيش الروسي إلى حد الآن لم يستخدم أكثر من 30% من قوته العسكرية، الطائرات المستخدمة هي السو 25 والسو 27، المدفعية التي تم استخدامها مؤخرا تم استخدام توشكا وهو سلاح باليستي في 3 مدايات 50 و120 كيلومتر و180 كيلومتر، هذا صاروخ يزن 2 طن ويستطيع تحطيم كل الدفاعات العسكرية الحصينة. باعتقادي روسيا قامت بإيقاف جميع المطارات الأوكرانية عن العمل، استطاعت السيطرة على المدن الاستراتيجية في الشرق الأوكراني، جميع المدن الاستراتيجية تم محاصرتها، البعض منها تم اقتحامها والبعض لم يتم اقتحامها من قبل الجيش الروسي أو ولكنه محاصر، تم منع النقل الجنود الجيش الأوكراني، أي أن القوات الأوكرانية لا تستطيع ليس لديها حرية الحركة داخل أوكرانيا بسبب السيطرة الجوية للجيش الروسي على الأرض الأوكرانية. من الواضح فارق القوة بين أوكرانيا وروسيا، أوكرانيا تحاول الدفاع بما تستطيع وبدعم أوروبا، ولكن الجيش الروسي إلى حد هذه اللحظة هو لم يستخدم القوة المفرطة، باستطاعة الجيش الروسي استخدام قوة مفرطة، استخدام أنواع ثانية من الصواريخ، أنواع الصواريخ العنقودية لم يتم استخدامها إلا في بعض الأماكن، كما تعلم الصواريخ العنقودية لديها قوة مدمرة كبيرة جدا، من الممكن أن تؤثر تحديدا داخل المدن، من الممكن أن تؤثر على أن تغير من طبيعة الحرب بسرعة كبيرة جدا، وأن تؤدي إلى انهيار إلى الدخول إلى كييف بسرعة كبيرة أيضا. بالنهاية باعتقادي الجيش الروسي سيستطيع الدخول إلى كييف، من الممكن أن يتعرض لمقاومة، طبعا كلما زادت المقاومة كلما كان في صالح أوكرانيا، كلما استطاعت روسيا إنهاء المعركة بسرعة كلما كان هذا في صالحها. أما بخصوص تقدم الجيش الروسي، كان هناك الكثير من التوقفات في تقدم الجيش الروسي، الجيش الروسي في وكل الجيوش في العالم عندما تتقدم لا يجب أن لا تنقطع عنها طرق الإمداد العسكري واللوجستي، إذا ولهذا عندما يتقدم الجيش ويحاصر مدينة يقف عند هذه المدينة ينتظر الدعم اللوجستي والدعم والإمداد العسكري، يصل إلى الإمداد ومن ثم يستمر بالتقدم إلى الأمام. يعني الجيش من الممكن يتوقف في كل مدينة للإمدادات لفترة من 3 إلى 4 أيام إلى أن يحصل على جميع التجهيزات الكافية ويضمن ضمان الجهة الخلفية بعدم اختراق الجهة خلف هذه الجيوش ومن ثم يستمر إلى الأمام. إذن الجيش الروسي يطبق خطة عسكرية وصفحات عسكرية الواحدة والأخرى، بدأت بإخراج القوة العسكرية الأوكرانية من المعركة، تحييد القوة العسكرية الأوكرانية، لا توجد طائرات، لا توجد مقاومة طائرات، لا توجد منصات لإطلاق الصواريخ، فقط راجمات الصواريخ البسيطة المدفعية
الدبابات الأوكرانية هي تي 54 والتي 55 وهي قديمة جدا ولم يتم أي تطوير عليها منذ أن استقلت أوكرانيا، مع العلم أن الاتحاد السوفيتي أو أن أوكرانيا تحتوي على 30% من القدرة الصناعية للاتحاد السوفيتي. أغلب مصانع السلاح، أغلب مصانع القاصفات، مقاصفات الطائرات هي موجودة في أوكرانيا. أوكرانيا استطاعت بانهيار الاتحاد أو بإعلانها كدولة استطاعت السيطرة على 19 قاصفة متطورة من الاتحاد السوفيتي من مجموع 36. جميع هذه الطائرات القاصفة خرجت عن الخدمة، مما اضطر الأوكرانيين إعادة قسم منها إلى روسيا لأنها لم تعد تصلح للخدمة.